تمكنت مصالح أمن ولاية الجزائر ممثلة في مقاطعة وسط بالفرقة الجنائية من وضع شبكة إجرامية مختصة في الزوير واستعمال مزور في وثائق إدارية، النصب والاحتيال، انتحال الصفة، خيانة الأمانة، متكونة من 3 أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 25 و 35 سنة، مسبوقين قضائيا، ينحدرون من ولاية الجزائر. هذه الشبكة تقوم بتزوير سندات طلبيات لشراء أجهزة الإعلام الآلي وكذا جميع الوثائق الخاصة بها، وهذا بهدف استهداف شركات خاصة. وبعد إخطار السيد وكيل الجمهورية المختص إقليميا، تمكنت مصالحنا من توقيف أعضاء هذه الشبكة التي نصبت على 4 شركات خاصة وحجز ومصادرة خاتمين مستعملين في التزوير، ملفات قاعدية مزورة، ناسختين ملونتين، 3 هواتف نقالة. تمكنت مصالح أمن ولاية الجزائر ممثلة في المقاطعة وسط للشرطة القضائية بالتنسيق مع مصلحة شرطة الحدود البحرية لميناء الجزائر من توقيف شخص ينتحل صفة هيئة نظامية باستعمال جهاز لاسلكي وشرط دخول إلى حيز الميناء مزورين. هذا الأخير يقوم بالاستيلاء على مبالغ مالية بالعملة الصعبة بعد الترصد على ضحايا مغتربين من كبار السن.